واضح؟ واضح. طيب جزاك الله خير. في عندك شي غيره؟ سؤال ثالث، تفضل. بالنسبة لستر المرأة، وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة، أيوة، يعني الحديث اللي بدل على وجوب ستر القدمين، ما بتكفي الآية؟ الآية يعني آية الحجاب، وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الآية لا تدل أن قدمي المرأة عورة؟ بحث لابن تيمية فرق بين، معليش اترك لي ابن تيمية، لا خليكي مع الألباني اللي الله بلاكي فيه. أجزك الخير. الله يحفظك. أما أقول الآية، طيب هذا الكلام في بالنسبة لعورة المرأة، يعني كون عورة قدم المرأة عورة خارج الصلاة، يوجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟ ولا هذا من العجب في مكان. الشرع يجعل في الصلاة عورة ما لا يكون خارجها عورة، وليس العكس. فقد قال عليه السلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فمنكبا الرجل بل ما فوق سرته ليس بعورة، لكنه عليه السلام قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فإذا كان هذا بالنسبة للرجل، هل ربنا عز وجل لحكمة ظاهرة تسامح معه فلم يجعل له عورة واسعة الدائرة كما جعل ذلك للمرأة؟ فإذا رجعنا للآية السابقة: ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره، فالآية صريحة جدا في أن ظهري القدمين عورة ويجب على المرأة أن تسترها، وبخاصة إذا انضم إلى ذلك بعض الآثار عن أم سلمة وغيرها هذه بتقول أن المرأة إذا قامت تريد الصلاة فعليها أن تلبس القميص سابق لظهور قدميها. قال الشافعي ناقل أنت في الكتاب، قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. هذا منقول عن الشافعي في نفس السنن، في نفس صحيح سنن الترمذي. يعني قول الشافعي هنا منين؟ الشافعي ما دليله في أنه في جواز ظهور؟ أنت هلا خرجتي، أنا عفوا بحكي لك أستاذ، خرجتي عن مذهبك اللي هو مذهبي، عادتي تعارض الأدلة الشرعية بأقوال بعض الأئمة. اسألني شو دليلهم؟ بدأت بالأول بابن تيمية، نعم شو دليلهم، بعدين تمنيتي بالإمام الشافعي. مش ضروري يا بنت الحلال نحن نعرف شو دليل المخطئ، الواجب أنه نعرف دليل المصيب. طيب حتى يعني أنا دليل الآية ما بعتبره دليل، لأنه ما يعني بضل هو في خارج الصلاة، لأنه بضل في فرق بين حجاب المرأة في الصلاة وحجابها في خارج الصلاة. أنت بقى إذا كان ما بتعتبري بتناقشي هون، مش بتأمزي. بجوز هذا الفهم، يعني أنا عم بسأل لعله أنه يكون عندهم دليل أنا ما بعرفه، يعني هذا السبب. والله أنا مثلك في القضية هي، والأدلة ما بتتناقض أبدا، لأنه إذا الإنسان بده يتفقه في دين الله وبده يشوف كل الأقوال المتناقضة في مسألة واحدة، وبده بعد ما عرف دليل المسألة والصواب فيها بده يعرف دليل المخطئ في هالصورة هاي وصورة ثانية أخرى شو دليلها، معناها أنه المسلم رح يضيع وقته سدى. قال: إذا عرف الإنسان الصواب فعرف ضمنا ما هو الخطأ، فكل ما جانب الصواب فهو خطأ. فالمهم ليش انت مالك مقتنع الآن او مقتنعة؟ ما فهمت عليكي. اسمعي انا عم اسألك، الله يهديكي، ليش انت مالك مقتنعة انه لا يجوز للمرأة ان تكشف عورتها في الصلاة؟